مع مرور الوقت اتفاجئت ان امها مش قادره تفتح عينيها او تتحرك من مكانها. بعض المستشفيات لما عرفت ان السيده دي كانت مصابه بفيروس كورونا رفض ان هي تدخل عندهم المستشفى. عاشت بنت السيده المصابه بالفطر الاسود بمحافظه الفيوم رحله طويله من الالم والمعاناه. السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الخلاصه. حلقه النهارده هنكلمكم فيها عن ظهور اول حاله مصابه بالفطر الاسود بمحافظه الفيوم. لو اول مره تتابعنا على قناه اليوتيوب ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد. في بداية الموضوع بنت السيدة المصابة بالفطر الأسود بدأت تسرد الأحداث. قالت إن أمها كانت مصابة بكورونا قبل شهر رمضان بيومين وتم عزلها منزليا تحت إشراف طبيب كان بيتابع الحالة يوم بعد يوم. وأكدت إن أمها ما كانتش مريضة لا بضغط ولا بسكر ولا كانت بتعاني من أي مشكلة صحية، لكن الدكتور ادالها كورتيزون كتير وقال محدش يرفع عنها الأكسجين. وأكدت إنها كانت دايما بتغير الماسك بتاع الأكسجين يوم بعد يوم، وكانت دايما بتقوم بعملية تطهير السرير والأرضية اللي موجودة بالمكان، وكانت بتقوم بتعقيم المكان بالكامل. ومع مرور الوقت اتفاجئت ان امها مش قادرة تفتح عينيها او تتحرك من مكانها. اتصلت بالطبيب اللي كان بيعالج امها من فيروس كورونا واللي قال لها ان هي مش قادرة تفتح عينيها او تتحرك من مكانها نتيجة الحالة النفسية اللي هي مرت بيها. بنت السيدة المصابة بالفطر الأسود بدأت تلاحظ إن عين أمها بتورم بشكل ملحوظ، وده اللي دفعهم إن هما يروحوا بيها لإحدى المستشفيات الخاصة علشان خاطر يعرفوا إيه اللي حصل بالظبط. بعض المستشفيات لما عرفت إن السيدة دي كانت مصابة بفيروس كورونا رفض إن هي تدخل عندهم المستشفى، وأخيراً اتمكنوا إن هي تدخل إحدى المستشفيات الخاصة، وبعد فحص أحد الأطباء وعمل إشعة مقطعية على العين محدش قدر يحدد الست دي عندها إيه بالظبط. عاشت بنت السيدة المصابة بالفطر الأسود بمحافظة الفيوم رحلة طويلة من الألم والمعاناة على أمل إن هي تلاقي علاج لأمها أو تعرف إيه المشكلة اللي عندها بالظبط. البنت بدأت تشوف وش أمها بيكبر بشكل ملحوظ جدا وفقدت القدرة على الحركة. البنت ما اقتنعتش بكلام الدكتور خاصة إن أمها فقدت البصر. بعد كده البنت أخذت التحليل وراحت لاستشاري تاني علشان خاطر تعرف رأيه إيه، واللي طلب منها إن هي تجيب والدتها. الكلام ده كان قبل العيد بخمس أيام وكان مر على عملية سحب الفطر اللي في الجيوب الأنفية اسبوعين. وبالفعل البنت أخذت أمها وراحت للدكتور واللي أكد إن أمها مصابة بالفطر الأسود وإن الفطر لسه موجود. وبالفعل الدكتور أخذ السيدة ودخلها لعمليات وسحب لها الفطر الأسود بشكل كامل، واللي أكد إن عملية سحب الفطر بتتم بدون تخدير. هنعرض لكم دلوقتي أعراض الإصابة بالفطر الأسود، تعالوا بنا نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. قبل ما ننهي حلقتنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد. وبكده انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.